من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. استاذ فواز نعمني باطن كذا بابو من التين مامبو جسور المحبة والإخاء ونسير على دروب الخير والعطاء بأروع الكلمات الشعرية ونكهة بمعاني الحب والوفاء غنية نحتفل اليوم سويا كأسرة واحدة بتكريم زملائنا الكرام كما نعلم أن لعبادة شؤون الطلبة دور فعال في صقل شخصية الطالب وقد لامسنا ذلك من خلال دائرة الطلبة الوافدين من خلال التواصل الإيجابي